السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر. خلاص معاكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري السوري وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم في الجولة 19 من الدوري السوري. اليوم الاثنين 15 مايو 2023، الوسبة خسر من أهلي حلب 1-2. عندنا حطين خسر من الجيش 1-2. الوحدة تعادل أمام الكرامة 0-0. جبلة خسر من تشرين 0-1، والطليعة خسر من الفتوة 0-1. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري السوري وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم في الجولة 19. متصدر الدوري السوري متابعين الكرام الفتاوى المركز الأول 40 نقطة، أهلي حلب المركز الثاني 36 نقطة ومؤجل له مباراة، جبلة المركز الثالث 34 نقطة مؤجل له مباراة، الجيش المركز الرابع 30 نقطة مؤجل له مباراة، الوسبة المركز الخامس 30 نقطة مؤجل له مباراتين، تشرين المركز السادس 27 نقطة مؤجل له مباراتين، الكرامة المركز السابع 19 نقطة مؤجل له مباراة، الطليعة المركز الثامن 15 نقطة مؤجل له مباراة، حطين المركز التاسع 15 نقطة مؤجل له مباراة، المجد المركز العاشر 15 نقطة ومؤجل له مباراة، الوحدة المركز 11 14 نقطة ومؤجل له مباراة، والجزيرة المركز 12 والأخير بدون نقاط ولعب 9 مباريات فقط. ايه ده، في حاجة غلط. بالنسبة لترتيب الهدافين مش متأكد منه بصراحة. محمود البحر لعب جبل المركز الأول، سجل 12 هدف، مركز سليم محمد الواكب لاعب الجيش سجل 10 أهداف، المركز السادس علاء الدين دالي لاعب الفتوة 9 أهداف، وعلي غصن المركز الرابع لاعب الكرامة 7 أهداف. اشترك في القناة وفعل زر الجرس لاعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.